قطرة دم تنقذ روحا في وطن تعددت فيه الجروح، ذلك ما يجسده اليمنيون على مدى أيام العدوان الغاشم الذي لا يزال مستمر. فتجدهم يتدفقون إلى بنك الدم في العاصمة صنعاء للتبرع بدمائهم. الشعراء والكتاب توجهوا إلى بنك الدم للتبرع لإخوانهم جرح الحرب السعودية على اليمن. مثلي مثل بقية الإخوان هنا الموجودين في التبرع بالدم لمشاركة إخوانهم، أولئك الذين أصيبوا وهم يدافعون عننا وهم يحموننا وهم يضحون من أجلنا. لئن لم نتخذ هذا الإجراء وهذه الخطوة فإن احنا سنكون خاذلين لهم. لا بد من التعاون والتكاتف فيما بيننا، ولا بد من نشر الوعي فيما بين أوساط المجتمع لتوطين ثقافة التبرع، سواء التبرع بالدم أو التبرع بالمال أو التبرع بالاحتياجات العينية التي يحتاجها المتضررون من العدوان. انعدام الوقود أدى إلى توقف باصات بنك الدم نتيجة حصار العدوان السعودي على بلادنا الذي تسبب في انعدام المشتقات النفطية، ما حال من وصول العاملين إلى المنشآت الصحية التي حذرت من توقف العمل فيها نتيجة عدم وجود المحروقات. لنا أكثر من شهر يمكن بدون مواصلات، الباصات متوقفة من قبل شهر نتيجة عدم توفر البنزين. طبعا قبل 3 أيام أو 4 أيام قدموا الموظفين ورقة، وإحنا الموظفين طبعا إنه ما إذا لم يتم توفير البترول الباصات سيتم التوقف عن العمل، لأنه إحنا أحيانا بعض الناس يعني ساكنين في المطار، بعضهم ساكنين في السنينة، والبعض ساكن في أماكن أخرى قد لا يستطيع الحضور إلى هنا. وعلى الرغم من توفر وسائل المواصلات إلا أن المواطنين يتوافدون إلى بنك الدم لتجسيد صور التكافل والتعاون الاجتماعي والعمل الإنساني، والمتطوعين هم الآخرين من يجسدون العمل الإنساني في أبهى صوره. جينا نتبرع لجرحى الحرب عدوان السعودي، وعانينا معاناة كبيرة في مشي وتحويلنا من مستشفى الثورة للـ70 وهكذا. جيت أشارك هنا في عملية سحب الدم، طبعا أنه عمل إنساني، وعلى كل واحد أنه إذا كان عنده قدرة للعمل أو خبرة طبية عليه أن يتوجه إلى المراكز الصحية، لأنه هناك نقص كبير في الكادر الطبي نتيجة العدوان الذي تعرض له اليمن. هذا التلاحم والتكافل يأتي في وقت تكتظ فيه مستشفيات في العاصمة والمحافظات بمئات جرحى صواريخ العدوان، معظمهم من النساء والأطفال. ليس هناك أسمى من الروح والدم، لا سيما في هذه الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني في ظل استمرار قصف العدوان السعودي على المدنيين في مختلف ربوع اليمن. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.